ايه يا اشرف، مالك؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة دبة جامدة أوي كده يا حبيبتي، افتكرت إن قدر الله يعني البيت بيروح. لا فعل الله ولا فعلك، كويس إنك صحيت. يلا بقى قوم عشان تغسل السجادة. سجادة إيه؟ السجادة اللي قلت لك تغسلها من 3 أيام. بس الساعة حبيبتي 5 صباحا. 5 ولا 10 ماليش فيه، السجادة ريحت وقلبة ريحة الحمام. يعني إيه ريحت يا حبيبتي؟ يعني ريحتها طلعت. لما أرجع من الشغل إن شاء الله هعملها. بترجع من الشغل ما فيكش نفس وعامل زي القتيل، وانا خلاص ما بقتش مستحمله ريحه النتنه دي. يلا قوم. انا مستحمل ريحه النتنه دي بقالي سنين. مديكا عملت اول مره في العالم ان احنا بقينا انزل انزل يلا خلاص انزل عندي. تعالى يا ابني تعالى يا ابني تعالى يا ابني بسرعه. تعالى يلا بجيبك اجهز. فين موبايلك؟ في العربية. اسمك ايه؟ اسمي فؤاد. يبقى كلمنا عن موبايلك. سيبنا. يلا 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 هاتي بوس الموني. I love you. I love you so much. صباح الخير. هاي ميري. هاي انجي، عامله ايه يا انجي؟ ليه كده قطعتي نفسي من الجري وراكي؟ سوري ما خدتش بالي. يا بنت الجاز مات التليفون. طب عليك طلاق ما انت راجل. يا بنت الجاز ما اعرف بس مين كان على التليفون. اديني طفيته خالص اهو. مين يا بنت العشاشة؟ بقول لك بعينك، عارف يعني ايه بعينك؟ يا بنت العصوص هيبرد يخرب بيتك. اوه على العصوص شعبان. صباح وصبح يا حسيبة. الواد نوبي ساب لك العدة دي وبيقول لك الزبون اسمه فؤاد. انا داخله نام، عاوز حاجه؟ صباح وصبح يا حسيبه. ماشي يا اخويا. الله يحن عليك. بقول لك ايه يا شعبان، انا مش عارفه حسيبه دي راجل ولا ست، وبصراحه كده انا لما بشوفها جتتي بتتلبش. ده انا اللي بتلبش يا اهل يا دوله. لو النبي. وانا اقول لك بس النهارده يوم البطولات. يا لهوي يا اشرف، الساعه 7 وانت لسه ما خلصتش السجاده؟ ايه ده ايه ده ايه ده، دي البقعه زي ما هي. روحي طلعت هعمل ايه يعني؟ ماشي، انا هنزل اوصل البنت المدرسه واشتري شويه طلبات للبيت تكون انت خلصت. بقول لك ايه، ما تنساش تاخد الزباله في ايدك وانت نازل. حاضر. اشرف اوعى تسيب لي السجاده في الحمام تنشرها في البلكونه، دي قد الدهيه ما اقدرش اشيلها، ظهري يتقطم. حاضر. يلا باي باي. باي. كل حاجة فيه بقت بتخوفني. بصيته ليا، طريقة كلامه معايا، حتى لما بقيت بطلب منه حاجة بقى بيرعبني، بقى غريب. وإيه المشكلة إنك تطلقي؟ ده حق اداهولك دينك. ما أنا بحاول أعمل معاه زي ما أنت ما بتعملي مع منير جوزك بالظبط. بحاول أرضى باللي ربنا قسمهولي. منير جوزي فيه شوية عيوب،
بس ده غير جوزك خالص. طيب بعد اذنك انا لازم ادخل بس عشان سايبه مامي جوه. بس خلينا نتكلم ولو حصل اي حاجه كلميني، هاجيلك جري. ميرسي يا اميري، ثانك يو فيري ماتش. بس خليها على الواتساب عشان بقيت اخاف اتكلم قدامه على التليفون. اوكي باي. بحت الرجوله يا محترم. شعبو شعبان. انت سمعتني شعبان؟ ايه الله يحرق البيبي يقرب في المضيافه. انا ما اعرفش بهوات، روح الله يحن عليك. سيبني بقول لك ايه، البيت بتاعك ليل ليل. ليل مضيافه. روح الله يحرق. مالي انا ورينا عنه. احرق احسن على الصبح. بتعمل ايه يا راجل؟ نامي يا ولية. بتحط ايه تحت السرير؟ والشكارة دي فيها ايه يا نمرود؟ فهمني. عارفة لو مديت ايدك عليها هقطعها لك، انت فاهمة ولا لا؟ ذمتك يهون عليك الايد الحلوة دي تقطعها؟ يا نيلة. بونجوري حبيبتي، بتعملي ايه؟ ولا حاجة، شوية ينسون عشان بابي. ما استعجلوش على كده. أساعده على إيه؟ ده عيال بجد. شوية برد عادي، مش مستاهلة الأفوارة دي، ولا هو لازم يشتكي ويحس إنه مظلوم وغلبان؟ كل اللي عملتهم شوية ينسون. ما هو مش بيفهم إن هم شوية ينسون، هيفهم إن هو عيان وإن أنا مقصرة معاه. أنا بجد بجد مش عارفة أنتوا إزاي كنتوا مستحملين بعد العمر ده كله. بالدفع الذاتي، أهو يوم بيجر يوم وأهي ماشية لحد ما جه اليوم اللي ما نقدرش نسيب بعض فيه. عشان العمر جري. طب أنا هطلع أوديله اليانسون قبل ما يبرد. المشكلة انه بارد من زمان. anyway انا رايحة الكلاب هاوس اخد برانش مع اصحابي. عايزة حاجة؟ ما قلتليش لون شعري جديد حاجة؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. تعمل نفسك ليه بس يا حبيبتي؟ ما كان زمان الشغالة جاية. هضمي عامل زي الإزاز المكسر. على فكرة يا بابي أنت بتتدلع قوي، دول شوية برد صغننين. تكبير دماغ أمك، تعبني أكتر من شوية البرد الصغننين. طبعا خرجت صح؟ يا بابي أنت عارفها وحافظها كويس. مامي ما بتحبش لا العيا ولا العيانين. عارف إنها ما بتحبنيش. لعلمك أنا نص التعب اللي أنا فيه ده تعب نفسي، كل اللي محتاج له شوية اهتمام صغنوني. طب ما أنا مهتمة بيك أهو، ولا يعني أنا ما ينفعش؟ لازم نادية؟ ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك. طمنيني الواد ليل عامل معاك إيه؟ كويس العادي يعني يا بابي، إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. شكلك لسه ما فوقتش. بقول لك الأوردر ده كان معايا وحد غيري ينفذه، انت فاهم ده معناه ايه؟ طب وانت ما نفذتوش ليه يا باشا؟ مش موضوعنا دلوقتي، انا عايزك تعرف مين اللي نفذه وعرف ازاي اني ما نفذتش. الحكايه سهله يا صاحبي. انا نفذت الاوردر. نريمان هانم كلمتني وديتني الاوردر وانا نفذت. يا رب ما يكونش ده زعلك في حاجه. وما كلمتنيش ليه؟ وشبكه العشره كلمتك وانت اللي ما ردتش. هي اللي ردت عليا بأمرت لما كنت نايم تعبان عندها. الحكايه في بيتها ما يهمكش، سهله يعني.
مش عايز تدفع اعتبرها هدية من أخوك حبيبك لليل باشا. لا حسابها عندي، بس ما تبقاش تاخد أوردرات تاني من ناريمان. يا لهوي انا يما، كل دي فلوس؟ مش قلت لك مالكيش دعوه بالشكاره دي يا زفت؟ ماليش دعوه ايه ونيله ايه بقى يا راجل يا ناقص، كل دي فلوس ومخبيها عليا. انا ماليش دعوه، انا هاخد حبه. حبه ايه؟ هي هيصه. هاخد حبه اشتري بيهم ذهب واملى ايدي من هنا لهنا زي مباركات. ده انا ساميه برضه. ولو خدت اي ورقه من دول يا ساميه هتروحي في 60 داهيه. ليه بقى؟ هما بتوع مين؟ بتوع شعبان؟ لا دول بتاع واحد حبيبي وانا بوزعهم. وزع عليا انا كمان شويه دولارات واعتبرهم صدقه يا نمرودي. يا بنت يا بنت، دي دولارات مضروبه واللي هيتمسك بيها هيلبس ميري. السلام عليكم. نورت الدنيا يا عم الناس. السلام عليكم يا معلم شعبان. يلا يا مننا اهو. السلام عليكم. السلام عليكم يا مستر ليد. ازيك يا لالا وزوم؟ الحمد لله بخير. دي يا باشا ليلى اللي كنت اتوسطت لك عشان تشغلها في النادي. اتاري الحاره كلها منوره. يا الف اهلا وسهلا. يا الف اهلا وسهلا. نورت يا باشا. نورت. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه. نورت يا عم العالم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نورت يا مستر ليه. يا باشا لا مؤاخذه يعني معلم شعبان، اصل في قصه كده كنت عايزه اكلمك فيها بخصوص الولا خوشي. خير مين؟ المتر خطيب. الله يحن عليكي بقى. ايه دلوقتي دماغي مش فيا، خلصي شغلي وعدي عليا. نتشوف يا معلم. بخلص يا ام فتحي. شافوا ايه؟ العربيه عندي. لا دي عروسه حلوه بقى ومهرها غالي. 50 10 ليا و40 اصحابها. لا شوف ظروفك بقى كده ايه. والله يحن عليك ورد عليا. سلام اخويا. ايوه يا نرمان، عرفت ان انا كنت عند شعبان؟ انا عارفه انك زعلان مني، بس قبل ما تزعل سيبني اشرح لك وجهة نظري. لا الكلام ما ينفعش في التليفون، لما ابقى افضى بقى هبعد عليك. سلام. الو. مفيش كلام بيني وبينك يا متر. بقول لك يا ليلى، روحت لشعبان ده بنت الناس جنين ومش هيفيدك بحاجه يعني. لو عايز الانتقال ليلى هجيبهولك. يا لهوي نفسك اللي بتتنفسه كده. لمعلومك انا رحت لصاحب المعرض وقال لي ان انت دفعت عربون ورجعت سحبته تاني. الهي تتقطم رقبتك. كذاب يا ليلى، والله العظيم كذاب. ده هو عاوز يعلي السعر عشان سيبنا الانتريه عنده شويه. يخرب بيتك انت لسه هتكذب يا عم. غرفه 60 ده يا بقى وانا حقي هجيبه لي المعلم شعبان، هروح له النهارده. شعبان؟ شعبان ده مين يا ليلى؟ بقول لك ايه، انا واخدك على عدلك بقالك شويه وسايبك ومش راضي احط عليك عليها النعمة. لو روحت اي حته راكسه جابتك يا ليلى. الله، الكلمتين الحلوين دول بردك هقولهم للمعلم شعبان وهنشوف مين اللي رجليه هتتكسر ورقبته. شعبان ده ايه يا ليلى اللي هتقول يا عم؟ قول لي في 60 داهيه بقى. والله العظيم هو اللي جه لوحده، انا ما قلتلوش يجي يا مستر اشرف. شش، مخصوم مني كمين. يلا قوي. تجنن دي عامله كام دي؟ ايه عجباكوا؟ تحفه يا عم. ممكن تشوفيها من جوه او حتى تجربي تسويها. لا شكرا. هو انا ممكن اسوقها؟ طبعا ممكن. اركبي. تتجننتي؟ انت هتركبي مع حد ما تعرفيهوش؟ حرام عليكي يا عم، شكله لطيف قوي. ايه بتسجلي اللحظه التاريخيه؟ لا بسجل نمره العربيه. عبد الرحمن. عبد الرحمن مستر ليل قدام نرمي مستنيه حضرتك.
كده يا ليلى كده. معلم نمرود، يا اهلا يا اهلا. امساء العصافير على الشجره. تعال عايزك في موضوع مهم. شاي على سفره وقهوه وشيشه للمعلم نمرود. قصر عايز ايه عشان وراء مصلحه؟ لا لا قصر ايه يا معلم، الست ليلى هتشتكيني للمعلم حلاوه العنتبلي، وانت عارف شعبان بقى. وانا مالي الحوار ده، انا ماليش فيه يا جدع، ده انا صاحبك وجارك واخوك، وبعدين يعني مصيرك تحتاجني في اسمي في الحاجات الشمال اللي انت فيها دي. ما ياكلش بس اسمع. انا ممكن اخلي المعلم شعبان يديلها ودن من طين ومن عجين. الله، وانت كمان تعمل لك مصلحه حلوه. قول وانا سامعك. عندي شوية دولارات مضروبة وعاوز أوزعهم. كام؟ سكة أرنبين. الله الله الله، يا حلاوتك يا حلاوتك. أنا قاعد إيه؟ عم مسطول، أنت هتفضحنا ولا إيه؟ طب اسمع بقى، الواد صاصة زميلي وصاحبي من أيام المدرسة، شغال هو في الحاجات دي وشغال في العملة، نديهم له. يا عم فوق بقى فوق، صاصة ده أول ما يشوف الدولارات هيفهم إنها مضروبة. طب إيه؟ انا مش قاري دماغك. طب اقرا بقى اخويا، رمضان على الابواب. لسانا انت طيب. انت طيب يا حبيبي، والعمره وجبت يا رب يوعدنا. انهي يعني اللي طالع يعمل عمره ولا مسافر بره يديله، والورقه بمية الاول. طب اسمع بقى عشان هقول لك كلام مفيد قوي ومهم. احنا نجيب شويه سليم والسليمه معلم يمشي ويشيل المضروب، بس نخلي بالنا علشان يعني ما ننزلش بكتير ونغرق السوق ونتهرش. اهي دي فايده العلام. انا هسيبك بقى ترستق الدنيا وتروق المسائل، ولما ارجع نقراها تاني. نقرا يا معلم ومال، بس هو انت راجع يبقى عدي على حسيب. السلام اخضر. بنتك سليمه ما جرالهاش اي حاجه. انت كنت عايز يعمل فيها ايه؟ يخطفها ويتحرش بيها وتقولي لي سليمه؟ بنتك ركبت معاه بمزاجها. هو اللي قالت عليه سوقي. قومي تركبي معايا يا بنت العبيطه. انا مش فاضي للكلام ده. اربي بنتك في البيت. هتاخد الفلوس ونمضي على الصلح ولا تكمل المحضر ومش هتوصل لاي حاجه؟ اكمل المحضر. براحتك، بس انت كده بتفضح بنتك وبتضيع مستقبلها. انا رايي تاخد الفلوس، الصلح خير. دايما بياخدوا الفلوس ويتنازلوا، وما كلمتنيش ليه تطمنيني أول ما خرجت من الاسم؟ وهي دي أول مرة أعمل لك شغل زي ده يا إبراهيم بيه؟ بطلي تلعبيني يا دينا. أنا كل اللي قصدته مصلحتك، عايزك تحافظ على كلمتك قدام الكلاينت بتوعك. ناريمان، أنت تسببت في موت ناس كتير قوي، ودلوقتي كنت هتخلينا موت حد. ليل، خلينا صراحة مع بعض، دي مش أول مرة تموت فيها حد، ومش هتبقى آخر مرة. روحي دلوقتي يا ناريمان، وما تتدخليش في شغل تاني، واوعي اوعي تكلمي شعبان تطلبي منه اي حاجه غير ما تقولي لي، مفهوم؟ بس انا فعلا طلبت حاجه تانيه من شعبان.
يلا يا جماعه اخر عشان خاطر الف وارجع. انت كنت بتملى الموقف تبقى تودينا الموقف. ما تردش كتير يا حاجه ما اخلص يا حاجه. منك لله يا بعيد. حاول نرفض تتك الاجره عشان انا مش قادر امشي. انت بتدعي عليا؟ طب اتكل على الله، مش عايز اقول لك كلمه ما تعجبكيش عشان انت ست كبيره. يلا يا عم اخر انت وهو. اخر. يا ساتر يا رب. مفيش حد عايز يفهم. وانت فشخ لي ضبك ليه؟ ما قلت اخر اتكل على الله وارفض ده يا بقى. ايه يا عم انت يا عم؟ تعالى. ايه يا عم انت؟ تعالى متروك. حاضر. انا غلبانه يا مستر اشرف وبصرف على اخواتي اليتام. انا حذرتك قبل كده بدل المره 10. خطيبي بيسرقني. بيسرقني وبياخد فلوسي وبيشتري بيها برشام، وامي عايزاني اصرف على البيت، والفلوس دي فلوس اخواتي اليتام. انا مقدر كل اللي بتقوليه طبعا. بس دي لوائح وقوانين ولازم تتنفذ. بس انا وعدك ان شاء الله انا هبقى اعوضهم. يبقى انت كده بتاخد اللقمه من بق اخواتي اليتامه. يا ليلى دي بس. ما انا لو ما عملتش كده مش هعرف ولا انفذ ولا كلمه على اي حد من زمايلك. اهدي بس. اهدي يا ليلى. ما تعيطيش ليلى. ما تعيطيش ما تعيطيش. ايه اللي انت بتعمله ده؟ بقول لك هعوضهم لك. لو واخدها حلوه نفس الوانه وبتحسس عليا يا مستر اشرف. احسس ايه بس؟ لو انت فاكر علشان انا غلبانه يبقى خلاص رخيصه؟ لا فوق مش كل الطير اللي يتاكل لحمه الا الشرف. ده انا وديت في 60 داهيه قضيه تحرش فيها 6 اشهر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ست ليلى. اه في ايه مالها؟ احنا في عرضك يا مستر ليه؟ انت في الاداره ولازم تجيب لنا حقنا. يا مستر ليه احنا محترمين قوي ولو الحوجه يعني يا اخويا ما كناش نزلنا من بيوتنا. طب اهدي اهدي قعدوا اتفضلوا يا جماعه يلا كل واحد على شغله. يلا ايه اللي حصل؟ مستر اشرف دخلني مكتبه وحاول يا حبيبتي يا اختي لما ما رضيتش خصمني 3 ايام منه لله. هو فين اشرف دلوقتي؟ من ساعه ما عمل العامله دي وهو مستخبي في الحمام. افتح يا اشرف. صدقني يا مستر ليلى انا ما عملتش حاجه غلط. طب اطلع عشان نعرف نتكلم. لا مش هطلع. اقسم بالله ما عملت حاجه غلط. عايز المسابقه دي في كل الفروع والشركات تبقى ثابته تشجيعا للشباب وبلا بلا بلا وكده. مسابقه لتقديم افكارك واحلامك لتطوير مكان عملك بحيث لا يتجاوز سن المتقدم 30 سنة. اللي حيفوز هيتصعد للإدارة العليا. صيغ انت بقى. مفيش مانع نزلوها في الجرايد بس مش إعلان، مقال يكتبه صحفي من بتوعنا. تمام تمام أوك سلام. اهلا ليل. ايه مش عادتك تيجي كده؟ انت عايز اخد رايك في استشاره كده. انا قررت اعتزل الشغل. حسيبه عشاب شيل حاجه دي. افواد العربيه هناك زي ما اتفقنا. شعبان ما بيتكلمش كتير في التليفون، قابلني هناك بعد نص ساعة. سلام. حسيبة أنت عملت كام شغلانة لكام واحد؟ بطلت أعد. كتير. أهو كل الكتير دول هيبقوا ضدك. أنت اللي حاميك سمعتك يا ليل، اسمك. أنا مش هنزل إعلان في الجرايد أقول اللي أنا بطلت. اي شغل هيجي لي هرفضه. وواحده واحده محدش يكلمك على شغل. بالظبط كده. ما اعتقدش الحكايه هتعدي بالبساطه دي. دخول الحمام مش زي خروجه. انا كابراهيم الجيار بمجرد ما قلت لي ابتديت اقلق. عشان كده انا جاي اتكلم معاك في الموضوع ده. عشان لو عرضت عليا اي حاجه ورفضتها ما تبقاش فاهم ان انا بعمل اي حاجه ضدك او بقيت مع اي حد تاني. غصب عني
دماغي هتروح لكده. بعد اذنك. ايوه تمام انا جاي حالا. انت شكلك لسه شغال اهو. لا ده تصفيه حسابات شخصيه كده. ابراهيم بيه، انا عايز اعيش حياتي بهدوء اربي بنتي. ربنا يوفقك. هسيبك انا بقى. عفوا انت في العربيه الحمراء اللي قدامي؟ ايوه انا في العربيه الحمراء. طب اطلع ورايا. انا عايز افهم بس، افهم انا عملت ايه عشان كل ده؟ انت رغاي قوي، نازلين فيك ضرب من الصبح وانت مش مبطل كلام. حقك عليا، انا استاهل اللي اجرالي. افهم عشان انا احب اتضرب وانا بتخانق. بس بس البيجي اهو. عرفتك، انت اللي جيت خدت الست من اسمي. عرفت انك قليل الادب؟ عرفت، قسما بدين اللي عرفت. انا عايش مؤدب واموت مؤدب، بس خليهم يسيبوني وحياه كتاب الا مآذي خلقنا تاني. والنبي خليهم يسيبوني، والنبي خليهم يسيبوني. شوف لها في لبس بس. يعني يا عم تعالى اهو. جبت الامانه؟ الامانه معايا في السرير. يلا الحمد لله على السلامه يا شعبان. ده ايه الشغل الجامد ده؟ اتفضل معانا. اوعى السلاح يطلع. الشغل عادي، الشغل حالي حبيبي. ركبوه. الله يصلح حالك. Yeah.